زين. هسه نيجي للريليف. الريليف هو هم راح احط واكس على الماستر كاست. احنا اتفقنا البلوك اوت والريليف هي نشتغلها على الماستر كاست. راح احط الواكس ليش؟ راح احط الواكس ليش؟ راح اسوي ريليف. عندي غرضين او نوعين او مبدئين للريليف. purpose of relief، هاي السلايد الاولى، العفو. removable partial denture framework usually displays intimate contact with the teeth and soft tissue. اذا الفريمورك المتل فريمورك احنا ماخذين قبل انه اكيد لازم يكون in intimate contact with the teeth and the underlying soft tissue، هاي متفقين عليها من زمان. however there are certain areas where contact is not desirable. يا هي الاريا برايكم، تذكرون من اخذنا الكومبليت بالمرحله الثانيه كنا نقول انه انا عندي ليميتنج اريا وعندي ريليف اريا وعندي سبورتنج اريا، والريليف اريا ليش اسوي لها ريليف؟ حتى ما يصير عندي تروما، وحتى ما يصير عندي السريشن. مثلا شنو كان عندي؟ التوراي، كان عندي الميدبلاتاين رافي، هاي كلها كانت ريليف اريا. تمام، فعندي removable partial denture framework قلنا هو an intimate contact، بس اكو بعض المناطق اللي انا لازم اسوي لها relief. in this area framework is shaped to stand away from the underlying tissue. اذا انا اريد الفريمورك شوية بعيد عن ال underlying tissue. بعيد يعني شقد؟ يعني بمقدار مليمات، اجزاء من المليم، مو مليمات يعني مليم، جزء من المليم. تمام، this is accomplished by relief. شلون اخلي الفريمورك بعيد عن هاي المناطق؟ by relief. شن هو الريليف؟ اللي هو هم عملية اني احط الواكس بهاي المنطقة. يعني فلنفترض الماستر كاست مالتي ماخذة منه cross section، هذا البلت اللي ارسم لكم اياه، هذا البلت الهوريزنتال بارت، هذا عندي المنطقة البارزة هي الميد بلتاين رافي. زين، اني اذا يجي اللي هي هاي بالصورة، تشوفون الصورة سهم مأشر لي على منطقة بروز. هاي المنطقة ليش اسوي لها ريليف؟ ليش هي ريليف اريا من الاساس؟ لان هذا اول شي نوع البون كومباكت بون، شبي بارز نوعا ما. ثالث شي الميوكوزا اللي عليه هي ثن ميوكوزا، يعني طبقة خفيفة جدا. زين، اذا اني من جهة عندي ميتال اللي هو رجد، ومن جهة ثانية عندي compact bone اللي هو هم رجد، وبيناتهم محشورة طبقة رفيعة جدا من فتشي مو رجد اللي هي الميوكوزا، وهذا الفريمورك معرض للحركة بالضغط بالهاي. زين، رجد على رجد وبيناتهم فتشي اللي هو resilient، خلينا نقول thin layer، شو راح يصير بهاي اللاير؟ راح تنتهي، راح تنمرض، راح يصير بيها ulceration، لأنه كل ما ياكل بيشنت راح يضغط الفريمورك على هاي اللاير، تصير بينه وبين الكومباكت بون، كل ما ياكل راح تصير هاي الحركة، بالأخير هاي الجزء من الميوكوزا راح ينتهي. فبالتالي أنا أريد الفريمورك شوية بعيد عنه، بحيث من ياكل البيشنت وينضغط الفريمورك ينضغط على فراغ، ما ينضغط على ميوكوزا. تمام، فهسه اني هذا اللي رسمت لكم اياه هو الهارت بلت، هاي الميوكوزا الثين لاير من الميوكوزا اللي مغطيه الهارت بلت. خلينا نرسم مثلا، هذا هو الهارت بلت اللي هو الكومباكت بون. زين، من الناحيه الثانيه شنو عندي؟ عندي الفريم ورك. اني شنو اريد؟ اريد الفريم ورك هنا تاتش بهاي المنطقه. تمام، in intimate contact. تخيلوا انه هذا الفراغ ماكو، انا ما اقدر ادبرها بالرسم، بس اني بمنطقه ال ميد بلتاين راف ما اريد هذا الانتيميت كونتاكت. ايش راح اسوي؟ راح اجيب واكس على الماستر كاست، احطه اترس هاي المنطقه كلها واكس. تمام، ويعبر الفريم ورك هيجي، خليه ان انتيميت كونتاكت منه، خليه ان انتيميت كونتاكت منه، وهنا خلي يعبر لي على هذا الواكس. هذا الواكس هو الريليف. وين سويته؟ على الماستر كاست. من اجى عندي الدوبليكيتد كاست، ايش طلع عندي شكل الدوبليكيتد واكس؟ طلع هيج هيج هيج. من اشتغلت الفريم ورك على الدوبليكيتد كاست طلع هيج هيج هيج. تمام،
من رجعت هذا الفريم ورك لبسته بالبيشنت ماوث، ايش طلع عندي؟ طلع خلينا نرسمه هنا هيك، هذا البيشنت ماوث، هاي المتبلتين رافي الصغيره، والفريم ورك مالتي طلع هيك هيك هيك. شبقى هنا فراغ، هذا الفراغ من وين اجى؟ من هذا الواكس الاحمر اللي اني حطيته اللي هو الريليفينج واكس. فبالتالي من يجي البيشنت ياكل راح يضغط الدنتشر، خلي يضغط هنا خلي يضغط هنا، ما عندي مشكلة بهاي المنطقة، اول شي مو بارزة، ثاني شي الميوكوزا مو ثين، ما عندي مشكلة، بس هنا من ينزل يضغط راح ينزل بفراغ، فبالتالي ما يطخ هاي المرحلة، فبالتالي ما المنطقة العفو، فبالتالي ما يصير عندي ألسريشن بهاي المنطقة. This is accomplished by relief, which is the procedure of placing wax in certain areas on the master cast before duplication to create a raised area on the refractory cast. واضحة من الرسم اللي رسمنا، رسمنا عندي ش رسمت؟ رسمت الماستر كاست، هذا الماستر كاست، ماستر كاست، هذا الدوبليكيتد كاست، دوبليكيتد، وهذا البيشنت ماوث. تمام، وضحت الصورة؟ وضحت الصورة. purpose of relief، احنا قلنا قبل شوي قلت لكم عندي هدفين من الريليف. هذا الهدف الأول اللي هو شنو كان؟ كان إنه أتجنب المناطق اللي ممكن اللي هي الريليف أريا من الأساس، أنا كأناتوميكال ستراكتشرز مسميتها ريليف أريا، اللي هي المتبلتاين رافي، اللي هي النيزيو بلتاين هم، هاي المنطقة إذا تذكرون هاي المنطقة البارزة اللي تمر بيها النيرفز والبلاد سبلاي، هاي هم أسوي لها ريليف اريا. اذا تتذكرون الانترنال اوبليك ريدج، هذا الشارب لاين هم اسوي له ريليف اريا. اذا المناطق اللي هي من الاساس اسمها ريليف اريا، الهدف شنو؟ انه ما يصير بيها تروما، ما يصير بيها اريتيشن. الهدف الثاني انه الماستر كاست نفسه ما يصير بيه ابريجن، يعني اني راح اشتغل الفريم ورك، قلنا اني راح اصب الفريم ورك على الدوبليكيتد كاست، بس أنا من أخلص راح أرجع أشيك على الماستر كاست قبل ما أشيك inside the patient mouth. وأنا الماستر كاست جدا مهم بالنسبة لي، ما أريد يصير بي سكراتش ولا أريد يصير بي إبريجن. زين من أشيك أنا راح أدخله قاعدة وأطلعه وأدخله وأطلعه، راح يحتك ويا هاي المنطقة وراح يصير بيها إبريجن، وأنا ما أريد هذا الشيء عندي. الماستر كاست فد ريكورد مهم، ما أريده يتأثر أو ينشخط. لذلك بسبب هذا أنا من الأساس اشتغلت الفريم ورك هذا كله على دوبليكيتد كاست، حتى أصلا ما أأثر على الماستر كاست ولا أشخطه. وكذلك النقطة الثانية أنه أنا من أصب المتل درجة حرارته عالية، أريد أصهره وأصب، الماستر كاست ما يتحمل هاي الدرجة. الريفراكتري كاست الماتيريال مالته المصنوع منها هذا الكاست تتحمل درجات حرارة عالية. تمام، فهسه احنا بموضوعنا بالريليف صار عندي المبدأ الأول اللي هو الريليف أريا اللي ممكن يصير بيها تروما أو ألسر، أحط عليها واكس لغرضين، أول شيء حتى ما تصير بيها تروما أو ألسر inside the patient mouth، حتى من أشيك الفريم ورك على الماستر كاست ما يتأذى الماستر كاست. زين المبدأ الثاني أو النوع الثاني خلينا نقول من الريليف هسه نشوفه. purpose of relief to prevent tissue impingement resulting from rotation of the denture framework. ليش؟ احنا قلنا دائما هذا الفريم ورك راح يصير بيه روتيشن، فبالتالي اكو مناطق اللي بيها ميوكوزا رقيقة محشورة ويا كومباكت بوينت من جهة، ويا ميجر او مو شرط ميجر، اي بارت من الفريم ورك مالتي يكون ريجيد من جهة ثانية ممكن يصير بيها ألسريشن. to prevent abrasion of the cast هم شرحناها. ثالثا to create space for the acrylic resin beneath the retentive ladder to be filled. تذكرون محاضرة الدنشر بيز ومن محاضرة الديزاين من أخذنا أنه خاصة بكلاس 1 وكلاس 2 كندي كلاسيفيكيشن، أنه آني هذا الماينر كونكتر اللي هو المش أو اللادر آني جواها أريد أكريليك وفوقها أريد أكريليك حتى يصير عندي ميكانيكال ريتنشن، ويلزم الأكريليك بهذا الماينر كونكتر. زين هسه فوقها بسيطة، اجي فوق المش احط اكريليك، جواها شلون احط اذا عندي الفريم ورك قاعد دايركتلي على الرج؟ ما راح اقدر. فلذلك انا شنو اريد؟ اريد اسوي ريليف. تمام، يعني
ده تشوفون هنا أنا شنو سوى هذا الماستر كاست، وعندي فري اند مستخدم غير لون فري اند منا ومنا، حتى مو شرط بالفري اند، احنا قلنا مرات كلاس 3 اقدر استخدم بس الميتال، وممكن انه استخدم الاكريليك هنا هم مسوي ريليف تمام، بالرغم من انه هاي باوندد صدر. زين هذا الريليف ليش حط واكس هنا؟ حط واكس حتى فوقه يصير عندي المش او اللادر، فبالتالي مش ولادر وجوا فد 1 مليم 1.5 من الواكس، هاي مكان الشنو؟ مكان للأكريليك اللي راح يجي حتى يدخل جوا المش أو اللادر. تذكرون هم هاي الصورة شرحناها قبل. هسه راح أوضح المبدأ. هسه إذا أني خل نفترض عندي هذا التوث تمام، وعندي هاي الرج مالتي أوكي، وهنا أنا أريد أسوي هاي الرزج والرج. إذا أنا مقعدة الفريمورك دايركتلي عليها شلون راح يجي الأكريليك ويدخل جوا؟ ما راح يقدر. شنو أريد أسوي؟ أريد هاي الرزج والرج أسوي بيها بلوك أوت. شنو أسميه؟ أسميه ريليف بلوك أوت. زين خل نشرح هنا أنا. هسه هنا عندي أندر كات، هذا السيرفي لاين أوكي، هاي المنطقة هي منطقة أندركات، من أجي أني وأسوي بلوك أوت لهذا الأندركات شو أسميه؟ بارالل تمام. خل نشرح هنا الأنواع، هذا بارالل بلوك أوت أوكي. هنا لسبب أو لآخر أريد أستخدم الكلاس اللي هو الريجولار اللي هو هيجي، وجيت سويت هنا بلوك أوت هاي المنطقة كلها. هذا يا نوع تشوفون جزء فوق الأندركات، جزء جوا الأندركات، وهاي المنطقة لهنا اللي هي هم جوا الأندركات بس هي فوق الكلاس ما سويت لها، هذا يا نوع هذا الشيبت أوكي. إذن هسه افتهمنا البارالل وافتهمنا الشيب والأربتراري قلنا بأي مكان من دون ما أحفظ السايتات، شفتها follow the class pattern shape. شفت هنا المنطقة هاي منطقة minor connector راح يصعد ينطيني rest، واني ما اريد الماينر كونكتر يطب هيجي، لا اريده يصير بس هيجي بهاي الطريقة. فش سويت؟ سويت هنا block out. اذا هذا يا نوع هذا البارالل. زين نرجع لموضوعنا واللي هو الريليف. اني ما اريد الفريمورك ينزل directly على الرج، ايش راح اسوي؟ راح اجيب واكس. الواكس هذا خل ارجع لكم البارالل بلوك اوت، هذا البارالل بلوك اوت. زين الواكس ولسبب ما راح هسه شويه راح نشرحه، ما راح ابدي منه، راح اترك مسافه وابدا به منه، خلي شويه اكثر تمام. هذا الاخضر اللي تشوفوه واكس اوكي، فوق ايش راح يجي؟ راح يجي المش او اللادر مالتي، بحيث هذا وين؟ هذا على الماستر كاست، بحيث من يطلع عندي الدوبليكيتد كاست ايش راح يكون شكل الرج مالتي؟ راح يكون شكل الرج هيجي 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 تمام. ريا راح يطلع بيها ريليف من الاساس، وشكل التوث ايش راح يكون؟ راح يكون عندي شكل التوث هيجي. ده تشوفون هاي المنطقة ما طلع هيج، ليش؟ لان اني مسوي بلوك اوت، طلع السطح عدل تمام. وضحت الصوره؟ هذا يا هو هذا الدوبليكيتد كاست اللي دايركتلي راح اجي هنا واحط مباشره هنا المش او اللادر، ليش؟ لان هو هذا سبيس، هو صح ما مبين بالدوبليكيتد كاست سبيس وطالع جزء من الدوبليكيتد كاست، بس هو سبيس اوكي. والكلاسب او الماينر كونكتر دايركتلي راح اجي احطه هنا لازق بالتوث، ليش؟ هنا هذا فراغ، بس هو هنا صح ما مبين فراغ، بس انا مسويه اصلا بلوك اوت ومخلصه، فاني دايركتلي هنا على الدوبليكيتد كاست اجي احط، ما راح اسوي فراغ لان هو اصلا انا مسويته بالماستر كاست ومسويت له دوبليكيشن. وضحت الفكره؟ فهاي الفكره من الريليف. زين النقطه الثانيه اللي اريد اشرحها انه انا هسه صح سويت ريليف هذا الواكس الاخضر وجبت الفريم ورك، بعدين طلع عندي بهاي الطريقة، وهاي الأكريليك فوقه وجوا بعدين مستقبلا والارتفيشال تيث، وصارت عندي فورس. زين هنا
أو لا قبل الارتفيشال تيث حتى توضح لكم الفكرة. أني هذا الفريمورك جهز عندي وأوكي جوا فراغ من قعدت على الماستر كاست شفت إنه جوا الفريمورك مثلا هنا تشوفون أكو فراغ بسيط وراها شرح يجي عندي مرحلة الباكينج مال الأكريليك. أني هذا شرح أحط عليه المش أو اللادر أكريليك وفوقها أسنان تمام. الأكريليك تعرفون إنه هو يصير دو يعني عجينة، راح أجيب هنا العجينة وبعدين راح أسوي بريس بالهايدروليك بريس حتى تنضغط حتى تبقى فوقها وجوها. زين أنا من سويت بريس ترى هذا الفريمورك جوا فراغ بالأسود، بالأسود الفريمورك هو جوا فارغ ماكو شيء. شنو اللي راح يمنع إنه أثناء عملية البريس ينزل الفريمورك ويصير إن انتميت كونتاكت والأكريليك يبقى بس فوقه وكل شيء ما استفادت لا من الريليف اللي سويته ولا هم يحزنون، لان بسبب القوه مال البريس وبسبب انه الدو هي اصلا الاكريليك هو اصلا عجينه وضغطتها نزلت لي الفريم ورك لي جوا. فلذلك ايش راح اسوي؟ راح اسوي فد شيء اسمه ستوبر. شنو يعني ستوبر؟ يعني اني من حطيت الواكس الاخضر ما حطيته بهالشكل، شلون حطيته هيجي تمام. فبالتالي من اجى فوقه الميتال يعني ايش طلع عندي شكل الدوبليكيتد كاست، طلع هيجي وبفراغ وهيجي تمام. بعدين هذا اشتغلت عليه الواكس باترن، الواكس باترن طب بهاي الاماكن وبالنهايه تعوض الى فريم ورك، فصار عندي الميتال فريم ورك هيج وهنا نتارس المنطقه وهنا نتارس المنطقه. هاي ايش راح اسميها؟ راح اسميها ستوبر، هي مصنوعه من حديد اوكي. ايش راح اسميها؟ ستوبر. زين هسه انا سويت هاي الستوبرات وجبت الدو الاكريليك وسويت لبريس، هل راح ينزل الفريم ورك؟ لا. ليش؟ لان ساند على هاي المنطقه وساند على هاي المنطقه اللي هي التيشو ستوبرز، بحيث ما راح ينزل هو بس راح يدخل الاكريليك من خلال الفراغات البلمش واللادر يدخل هنا ويدخل هنا، فيبقى من فوق ومن برا ويبقى الفريم ورك بمكانه. هاي اسميها التشو ستوب. زين انتهينا هسه من التشو ستوب اوكي. نيجي هاي المنطقه هنا، انا شنو اريدها؟ اريدها اكريليك لو اريدها ميتال؟ هاي المنطقه اريدها ميتال. ليش؟ لأنه حسب هاي الصورة إذا تتذكرون قلنا الميتال immediately adjacent to the abutment teeth، طبعا مو قصده أنه يدخل بهاي منطقة الأندركات، لا قصده أنه يكون لازق بسطح التوث اللي هو أصلا blocked out، مسويت له parallel block out تمام. ما أريده مثل ما تشوفون هنا الثانية راحت بالرسمة incorrect acrylic of base is adjacent to the abutment تمام. أني أريد الميتال هنا داخل وواقف بهاي المنطقة، ما أريد الأكريليك بهاي المنطقة. فلذلك أني الريليف اللي سويته ما جبته لهنا، لا وقفته لهذا الحد حتى الميتال غير عن الستوبر ينزل عندي بهذا البارت. ليش أريده ينزل؟ لأن هذا البارت مهم عندي، راح يطلع منه ماينر كونكتر وينطيني الريست تمام، وينطيني الكلاسب، ينطيني الريست وينطيني الكلاسب والريسبروكال ارم. فما معقول اطلع الماينر كونكتر من اكريليك، فلذلك اني ما اريد اكريليك adjacent to the tooth، اني اريد شنو؟ اريد ميتال adjacent to the tooth. لذلك اني الريليف ما لزقته جبته لهنا للتوث، لان اذا اني لزقته وجبت لحد التوث هذا كله من يجي الأكريليك راح يدخل هنا يصير كله عندي أكريليك. أنا ما أريد هذا الشيء، لا أنا أريد الميتال هنا بحيث الأكريليك من يجي بالدو مالتي ويسوي لها بريس راح تدخل هنا تنحسر بهاي المنطقة وبهاي المنطقة، ما راح تقدر تعبر لهاي المنطقة. ليش؟ لأن أنا مسوية الريليف بهاي الطريقة سادته لهنا، فبالتالي هنا صار عندي ميتال، فبالتالي انحصر الأكريليك بس هنا وهنا وفوق المش أو اللادر تمام. زين
قرينا الـ Purpose of Relief، خلصنا من النوع الأول اللي هو راح يبقى فارغ بالأخير، راح يسوي لي فراغ بين الكونكتر أو بين أي بارت من الفريمورك والأندرلاينك تيشو اللي هي Relief Area، ما راح ينترس يعني. وهم to prevent the abrasion of the cast. النوع الثاني to create a space for the acrylic resin. إذن أنا هم أريد a space، بس هذا السبيس راح يبقى سبيس؟ لا، هذا بس بالنوع الأول اللي هو حتى يمنع لي التروما والألسريشن يبقى سبيس. النوع الثاني لا، أنا أسوي سبيس أريده بعدين يتعوض. يتعوض بشنو؟ يتعوض بأكريليك. ده تشوفون هاي الصورة، إحنا شرحيها قبل. هاي الصورة إذا أني مسوي الريليف بهذا الشكل، الواكس كله هذا كله ينترس أكريليك، وأني ما أريد الأكريليك adjacent to the tooth، فدائما الريليف مالتي أقطع بهاي المنطقة، تمام؟ يعني أسوي parallel block out، أترك space بعدين أبدأ الريليف. وضحت الصورة؟ to create a space for acrylic resin beneath the retentive ladder to be filled. Sides beneath the lingual bar connector or bar portion of the lingo plates concerning the relative slope of the alveolar ridge. تشوفون هنا هاي الصورة، هاي الصورة اللي هنا تمثل لي هذا الشكل هو الميجر كونكتر، تمام؟ يعني هنا عندي السنترال، عندي اللاترال، وبعدين الكيناين، وعندي هاي المنطقة اللي بيها اللينجوال بار. هنا هاي المنطقة الصغيرة، مو كلها، مو جو اللينجوال بار كله، لا بس هاي المنطقة هاي بالروتيشن، من يصير عندي فورس هنا وراح يصير امبنجمنت، هم راح يصير بيها ألسريشن. فدائما أجيب شوية من الواكس أحطه بهاي المنطقة، أسوي لها بلوك أوت هاي المنطقة، حتى من يصير عندي روتيشن يكون عندي هاي المنطقة فارغة. هذا النوع الأول من الريليف اللي هو يبقى فراغ، ما ينترس، يبقى فراغ to prevent the trauma and ulceration، تمام؟ مثل ما موضحي لكم هنا بالصورة. Area in which major connectors will contact thin tissue such as hard area so frequently found on lingual or mandibular ridge and elevated palatal raphe and tori. إذن مثل ما شرحنا قبل شوية بالمثال مال البلاتل رافي. beneath the ladder minor connector for attachment of resin base. إذن السايتس هسه أول واحد وثاني واحد ده يحكي لي عن النوع الأول من الريليف اللي هو أحطه لغرض أمنع التروما والألسريشن، والثالث واللي هو يبقى فراغ، الثالث نوع اللي هو لا، لغرض إنه أسوي سبيس ينملي بعدين بالأكريليك رزن. Then the relief wax border should be butt joint for site C and the wax border for site A should blended with the contour of the cost. إذن هنا ايش ده يشرح؟ ده يشرح انه site C القصد ب يا نوع هذا اللي هيك يكون شكله هذا الريليف اللي دا اسويه حتى اسوي سبيس للرزن، مثل ما شرحنا قبل شوية سويت الواكس بهاي الطريقة. butt joint يعني القصد بزاوية. اما من شرحت لكم على مثال الرافيس شرحنا هيجي 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 واجيت سويت الريليف بهاي الطريقة، هاي اسميها بلندد، ما سويتها هيجي، ما سويت لج، ما سويت مثل الراف، لا سويتها بلندد، تمام؟ فهنا يختلف عندي الريليف النوع الاول اللي على مود التروما اسويه بلندد سموثلي، اما الريليف الثاني اللي دا اسويه حتى بعدين تو كرييت سبيس ينملي بالاكريليك راح اسويه بات جوينت زاوية. التشو ستوبس اللي حكينا عليها قبل شوية، التشو ستوبس are represented as 2 مليم في 2 مليم. إذا هذا الفراغ اللي أنا قطعته الرج، قلنا هذا توث، هذا توث هنا وهاي الرج، ورسمت عليها هيج هيج، هذا هو 2 مليم، هذا السبيس عندي 2 مليم في 2 مليم سكوير كات ان ذا ريليف واكس. اذا حطيت لاير الواكس ورحت قاطعة بيها مربعين over the ridge in the distal extension area. هو بالغالب وين يسووها؟ يسووها بالdistal extension بclass 1 and class 2 اللي هي most commonly لازم يكون المش او اللادر جواها اكريليك لاغراض الريلاين لانها معرضة للريزوربشن بالمستقبل، تمام؟ وغالبا يسوون ستوبر وحدة بالنهاية
بهاي المنطقة يعني، وعندي منها هم تعتبر ستوبر، هاي اللي هي adjacent to the tooth هم راح تعتبر ستوبر صح. هم ما يسموها علميا تيشو ستوب، التيشو ستوب بس يطلقوها على اللي موجودة بالنهاية، بس هي كذلك تعتبر ستوبر. They provide stability to the framework during the stage. Tissue stops are integral part of minor connector designed for retention of acrylic resin base. إذن جزء مهم من الماينر كونكتر. ليش مهم؟ لأن قلنا من أجيب عجينة الأكريليك وأسوي بريس، إذا ما عندي tissue stop راح ينزل المش أو اللادر الفريمورك راح ينزل ويقعد على الرج كأني ما سويت أي فراغ، تمام؟ وإذا ما صار عندي فراغ شلون راح أسوي ريلاين؟ ما أقدر أضيف للميتال ميتال، لازم يكون عندي أكريليك حتى أضيف له أكريليك. They provide stability to the framework during the stage of transfer and processing. Processing اللي هي يعني transfer اللي هو عملية أني أحط الأكريليك وأسوي processing وcuring للأكريليك. Tissue stops can engage buccal and lingual stops of the residual ridge for stability. اللي هنا يشرحها engage buccal and lingual stop اللي هي يعني أنا ممكن أسوي هيج والتيشو ستوب بتكون بس هيج، أو خلينا نصغرها تمام، وممكن أسوي هيج والتيشو ستوب بتكون منا لهنا، وهذا هو الأفضل. اثنيناتهم صحيحة، بس هنا يبقى فرصة إنه يتحرك منا أو يتحرك منا ينزل. من أجي أسوي بريس عندي هذا الأكريليك، وأجي أسوي بريس عندي فرصة إنه يميل الفريمورك منا ويسوي تاتش للرزج والرج أو منا، تمام. بس إذا أنا لا محاططها من البكل لللينجوال ما راح يقدر يتحرك، فبالتالي هذا كله يبقى فراغ للأكريليك ريزن. Then they are particularly useful in preventing distortion of the framework during acrylic resin processing procedure by holding the retention area of the framework retentive ladder away from the tissue while packing force is being applied. واضح شرحناها. زين طبعا هنا هاي الصور جدا مهمة توضح لي المراحل. هنا شنو عندي؟ ماستر كاست. هذا الماستر كاست شو مسوين عليه؟ مسوين عليه انواع البلوك اوت والريليف. اذا تشوفون بهاي المنطقة يجوز عندي parallel block out، تمام، لانها منطقة جايد بلين. هاي المنطقة وهاي المنطقة هاي المنطقة هاي المنطقة اللي هي label lingual، هاي شن هي shaped block out follow the class pattern. تمام هنا اذا عندي arbitrary ولو منبين احتمال هاي المنطقة اذا تشوفوها هم مسوي بيها block out. هاي disto lingual، هاي بمنطقة الديزاين، لا ها هي عابرة الديزاين، هي برا الديزاين. ليش سويتها؟ حتى ما ينتلف المولد عندي او ينتلف الكاس. زين نيجي للريليف، هنا حطلي ريليف وقطع لي بالنهاية سوالي التشو ستوب، تمام. هذا كل الشغل على الماستر كاست بلوك اوت اند ريليف. اجيت هذا الماستر كاست سويت له دوبليكيتنج، ايش طلع عندي؟ الدوبليكيتد كاست او الريفراكتوري كاست او الانفستمنت كاست اللي هو هذا. تشوفون هنا مبين عندي الريليف، تمام. اذا تركزون بالصورة مبين عندي ستيب، الستيب من الكاست تو بي، تمام. بس هي موجودة بالبيشنت ماث؟ لا موجودة على الماستر، لا ما موجودة لا بالبيشنت ماث ولا على الماستر كاست. دا تشوفون هنا شلون طالع شكل التوث، هذا الشيب دي بلوك اوت. دا تشوفون طالع على شكل ليج، اوكي. زين هذا الريفراكتوري كاست ايش راح اشتغل عليه؟ راح اشتغل عليه الواكس باترن اللي هي هاي قطع الواكس الجاهزة اللي راح ابدا اثبتها. عندي قطعة على شكل كلاسب، قطعة على شكل ريست، قطعة على شكل لادر، وحدة على شكل مش، كلها راح ابدا الزقها أثبت الكلاسبات على الرفوف اللي أنا مسويتها، أثبت كل شيء بمكانه، وبالأخير على هذا الرفراكتوري كاست اللي يتحمل درجات حرارة عالية راح أصب المثل وطلع عندي هذا الفريمورك النهائي، هاي التشو ستوب اللي موجودة عندي بهذا الشكل. Another integral part of the minor connector، هذا اللي شرحناه اللي قلت لكم هو هم يعتبر تشو ستوب اللي هو بهذا المنطقة، ولكنه ما يندرج يعني هم مسميه غير شيء. Another integral part of the minor connector designed to retain the acrylic resin tincture base، إذن جزء مهم من المش واللادر اللي هو إحنا مسويه حتى يسوي retention للacrylic resin tincture base is similar to a tissue stop but serves as different purpose، يعني هو يخدم كتيشو ستوب
ويخدم كديفرنت بيرس. بس شنو هو الديفرنت بيربس؟ انه يمنع الاكريليك انه يدخل بهاي المنطقة اللي راح يطلع منها الماينر كونكتر اللي راح ينطيني الرس. It is located distal to the terminal abutment. اللي هي وين distal to the terminal abutment؟ هذا terminal abutment، هذا distal، directly distal to the terminal abutment. And is a continuation of the minor connector contacting the guiding plane. Minor connector اللي راح ينطيني الرست واللي هو كذلك ينطيني الجايدينج بلين. Its purpose is to establish a definitive finishing index tissue stop. إذن tissue stop for the acrylic base after processing. إذن هو كذلك tissue stop، بس قصده شنو definitive finishing index؟ يعني لهنا ينتهي الأكريليك وانتهينا، بعد ما يتقدم أكثر من هيج. ليش؟ لأن إجت منطقة أريد أطلع منها minor connector لازم يكون metal. أما إذا أنا عفته بهاي الشكل فراغ وصلت الريليف كله لهاي المنطقة، هذا السبيس كله ريليف، معناها الأكريليك راح يجيني هنا وما أقدر أطلع أني minor connector من الأكريليك. فهمناها؟ وصلت الفكرة. اوكي، هنا نادى يبين لي عندي هذا اللي هو الانتجرال بارت، اللي هو ما مسميه تيشو ستوب، هو شايف انه وظيفته مو كتيشو ستوب، لا هو يمنع الاكريليك ريزن انه يدخل بالمنطقة راح يطلع منها الماينر كونكتر. هنا مأشر لي عليها هاي المنطقة، اذا تركزون بالصورة تلقون انه الريليف منتهي هنا واكو فراغ شوية، يلا بادي عندي البارالل بلوك اوت، تمام. وطبعا هذا هو الشيبد بلوك اوت. اوكي، بعدين هذا الواكس باترن صار ان انتيميت كونتاكت ويا الرج مثل مثل التيشو ستوب، ومنها هم عندي تيشو ستوب، وبالاخير يطلع لي هيجي نفس الشيء ماستر كاست دوبليكيتد كاست. الماستر كاست اشتغلنا عليه البلوك اوت والريليف، الدوبليكيتد كاست اللي راح اشتغل عليه الواكس باترن اللي راح ينطيني هذا الفريم ورك بالنهايه. زين، هسه نيجي للدوبليكيشن او اللي هي تيرتشري امبريشن، بس هاي المره امبريشن للكاست. Duplication is the procedure of accurately reproducing a refractory cast. إذن الدوبليكيشن هي عملية إني أستنسخ الماستر كاست حتى شنو أسوي؟ أطلع refractory cast. Duplication is done for the blocked out and relieved the master cast. إذن أسوي للماستر كاست الوحدة من دون block out relief؟ لا، لازم ماستر كاست مشتغل عليه block out relief أجي أسوي له duplication. طبعا الشرح طويل والمحاضرة صارت طويلة أنا أدري، بس دا أحاول قدر الإمكان أوصل لكم الفكرة. هذا الشغل كله والشرح كله لازم يكون بالمختبر، لازم تكون عندنا هاي المواد، بس بسبب الظروف والدراسة الأونلاين فكلش صعب إنه تشوفون هذا الشيء، فدا أحاول قدر الإمكان أوصله بالشرح وبالصور وأعيد وأكرر حتى توصل لكم الفكرة. A stone cast may be duplicated for many reasons. ليش راح أسوي duplication للكاست للماستر كاست؟ أول شيء preservation of the original cast واللي هو الماستر كاست، لأن الماستر كاست عزيز علينا وما نريد أي خدش، ما نريد ينكسر، ما نريد نسوي به أي شيء ولا يتحمل حرارة المتل اللي راح أصبه. Eliminating the danger of a fracture or abrading the surface of the original master cast. ما أريده ينكسر أثناء عملية الدوبليكيشن، ما أريده ينكسر أثناء عملية الصب، ولا أريده ينخدش. Forming the wax or plastic pattern حتى أشتغل البلاستيك العفو باترن على الدوبليكيتد كاست. The metal framework is cast against the surface of the refractory cast. إذن الحديد راح أصبه على الريفراكتوري كاست لأن هو مهيئ إنه ينطينا أو يتحمل درجة حرارة عالية. زين، شنو هي الدوبليكيتنج ماتيريالز اللي عندي؟ عندي الكولويد اللي هو الأغار، وعندي السيليكون نوع معين من الأديشن سيليكون اسمه دوبليكيتنج أديشن سيليكون. الكولويدال ماتيريالز ار ميد اللي هو الأغار أغار ميد فلويد باي هيتينج اند ريتيرن تو جيل وايل كولينج. هاي اكيد ماخذيها انتو بالدنتال ماتيريال وما راح نعيدها لان المحاضرة راح تصير جدا طويلة. ذا كاست تو بي دوبليكيتد ماست بي بليسد ان ذا بوتوم اوف ذا فلاسك كولد دوبليكيتنج فلاسك. مثل ما تشوفون هاي العلبة اللي عندكم بالصورة، هاي هذا مثل الفلاسك هو بس بلاستيك، خلينا نقول اسميه duplicating flask. Attach cast to the bottom of the flask so that it doesn't move. راح احط الكاست، تشوفون هاي العلبة
منها تنفتح، راح احط الكاست جوا ومنها عندي فتحات راح اصب بيها الاجار اجار. اتغطى عندي هسه انغمس الكاست كل الماستر كاست اللي عليه الريليف وعليه البلوكات انغمس بالاجار اجار، فالاجار اجار اخذ شكل الاسنان اللي هي اصلا صاير بيها بلوك اوت وصاير بيها ريليف صاير بيها كل شيء. تمام، وراها ايش راح اسوي؟ افتح الغطاء السفلي وراح اسحب الكاست عندي من البيز. ايش صار عندي؟ بقى عندي مولد فراغ. هذا المولد ايش راح اترس بيه؟ راح اترس بيه الانفستمنت ماتيريال اسميها، هي تختلف عن الستون والبلاستر، هاي ماتيريال مختلفه تتحمل درجات حراره عاليه ومقاومه للخدش. تمام، حطيتها طلع عندي هذا اللي هو الانفستمنت كاست او الريفراكتوري كاست اسميه او الدوبليكيتد كاست. يغمسوه ينشفوه ويغمسوه بهاردنينج ماتيريال، ماتيريال تسوي سطحه صلب مقاوم للخدش. عندي هنا أنا هذا الماستر كاست بالبلوك اوت والريليف، وهذا الدوبليكيتد كاست طالع ماخذ الريليف وماخذ شكل البلوك اوت وجاهز. زين، الريفراكتوري كاست it is a cast made of material that will withstand high temperature without disintegration when used in partial denture casting procedure. casting procedure عملية صب المثل المصهور على الكاست، يحتاج كاست يتحمل درجة حرارة عالية اللي هو الريفراكتوري كاست. it has an expansion to compensate for metal shrinkage. هاي هم خاصية انه الريفراكتوري كاست من ينصب المثل عليه المثل درجة حرارته كلش عالية، يعني بال 1600-1500. زين، فالرفراكتوري كاست يتوسع يصير بيه expansion، يتمدد بالحرارة. من تمدد بالحرارة شو أتوقع يصير الفريم وورك عندي؟ يصير أكبر، لأن الكاست تمدد فراح يكبر عندي الفريم وورك، يصير أكبر مما هو عليه. زين، يعني هاي تفيدني لو تضرني. بالبداية ممكن أقول لا شلون يطلع الفريم وورك أكبر، ما رح يقعد بحلق المريض. لا، أنا أريده يطلع أكبر. ليش؟ لأنه هذا المثل هو وحار راح يكون ياخذ هذا الشكل. من يبرد المثل حالة حال أي مادة تبرد تنكمش ترجع تصغر. فأني إذا الرفراكتري كاست كان ما يكبر والمثل المولتن مثل اللي هو كلش حار إجا وقعد على الكاست بوضع الطبيعي من دون ما يكبر ولا ملي، بعدين برد المثل وصغر راح يقعد بحلق البيشنت؟ لا، راح يكون أصغر من مقاس البيشنت. تمام، فأني لا، الرفراكتري ماتيريال اللي دا أشتغل عليها يصير بها إكسبانشن تكبر. من أصب المثل الحار عليها بالحرارة تتمدد بالحرارة، صبيت المثل وهو الحار، بدل المثل يبرد يصير بيه شرينكيج. إيش رجع؟ رجع الحجم البيشنت الطبيعي، ما بقى كبير عليه، لا رجع الحجم الطبيعي. بينما لو كان من الأساس ما عندي تمدد وبعدين يبرد المثل ويصير بيه شرينكيج يصير أصغر من حجم البيشنت. تمام، فهاي هم تفيدني to compensate the metal shrinkage اللي راح يصير، تقلص المثل اللي راح يصير من يبرد المثل. The refractory cast has been made of investment material. أسمي كذلك الـ investment cast. The investment material is used for making the refractory cast. The type of investment depends on the type of alloy. إذن عندي أنواع، النوع يا نوع أستخدم حسب الألوي، حسب المعدن اللي أنا أريد أصهره. عندي الجبسم بوندد investment ممكن أستخدم هاي الماتيريال إذا كنت راح أصب عليها أي ألوي type 4 gold alloy، استخدم له جبسن بوندد انفستمنت. احنا ايش نستخدم؟ الكروم كوبالت او الفريم ورك مالتنا مصنوع من جولد. انا اقول لكم جولد فريم ورك، لا احنا نستخدم كروم كوبالت اللي هو الكروميوم والبلاديوم ويدخل به كذلك معادن اخرى. فاحنا يا نوع نستخدم النوع الثاني اللي هو الفوسفيت بوندد انفستمنت از يوزد فور هاي هيت الوي. تمام، عندي الجولد الوي اسميها لو هيت الوي، تحتاج درجه حراره واطية نوعا ما، استخدم لها الجبسن بوندد انفستمنت. زين، اذا كان المعدن عندي ينصهر بدرجات حرارة عالية جدا استخدم الجبسن؟ لا ما يفيدني، استخدم الفوسفيت بوندد انفستمنت ماتيريال. زين، هذا طلع عندي، هذا هسه الرفراكتوري كاست او الانفستمنت كاست او الدوبليكيتد كاست. زين،
مش راح اسوي، راح اسوي ديزاين ترانسفير. طلع عندي اريد اشتغل عليه الواكس باترن، شلون راح اشتغلها؟ بهزارد عشوائي؟ لا، راح ارسم الديزاين اللي اريده، ارجع ارد من جديد ارسم عليه واشتغل الواكس باترن. Before the actual waxing can begin، اللي هو قبل ما احط الواكس باترن، the design must be transferred on the refractory cast. هذا الواكس باترن waxing the RPD framework. تشوفون تيجي قطع جاهزة، هاي أقطعها على قد ما أريد، أحطها هنا وباللاكرون كارفر أقطعها على الكاست على الشكل اللي أريده حتى تنطيني المش، وأكو منها لادر. هاي الشيتات اللي هي أحطها على هذا وأقطعها على الفريمورك. تشوفون دي يقطع باللاكرون كارفر حسب الفريمورك اللي يجي. يجيني هذا أقطعه، هاي الكلاس بات، هم أخذ كلاس واحد أحطه هنا أحطه هنا، تمام. فهاي هي الواكس باترن، راح أشكلها على الرفراكتوري كاست. The duplicated cast according waxing the RPD wax pattern on the duplicate cast according to the established design اللي أني ردته. زين، نيجي لمرحلة السبروينج، وكذلك شارحين عنها بالمرحلة الثانية. Sprues have the purpose of leading the molten metal from the crucible into the mold cavity. لا مو ها. زين، هسا أنا هذا الانفستمنت كاست وحطيت عليه الواكس باترن، وبعدين أريد أسوي له فلاسكينج مثل الفلاسكينج مال الكومبليت. زين، من أنا سويت له فلاسكينج، شلون أرجع أفتح لك الفلاسك وأصب المتل المسهور وأسده؟ لا، هاي بالأكريليك، لأن الأكريليك عجينة، بالكومبليت تسوي هاي الشغلات. هنا أنا إيش راح أسوي؟ اللي هنا راح أسوي إنه أنا ما أقدر أفتح الفلاسك أصلاً، أريد بالفلاسك فتحة صغيرة أصب منها المعدن المصهور. فش راح أسوي؟ راح أسوي سبرو، واللي هم يجي هذا واكس باترن جاهز تشوفون على شكل هيجي مثل التيوبات. راح أحطه أسوي كونكشن بين أجزاء الفريمورك مالتي، منا 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 من الميجر كونكتر، هم أنزل لي واحد، تمام، كلهم وأوصلهم. وهنا أسوي لي مثل المخزن أسميه كروسيبل فورمر، اللي دا تشوفوه هو هذا، تمام. هذا كله راح يتغطى بالإنفستمنت ماتيريال مثل الفلاسكينج، راح أغرقه وتبقى عندي هاي الفتحة اللي راح أصب منها المتل المصهور، واللي راح يدخل عن طريق القنوات هاي لكل أجزاء الدنشر، تمام. فأني عندي هذا الرفراكتوري كاست، اشتغلت الواكس باترن، سويت هاي الصوندات، سويت الكروسيبل فورمر، صبيت الانفستمنت ماتيريال عليه، بقت بس هاي الفتحة. اش راح اسوي له؟ راح اسوي له عملية بيرن اوت، يعني ورا ما غطيته صار عندي هيك قالب ومفتوح شوية منه بفتحة منه، راح ادخل الفرن. هذا الفرن درجة حرارته عالية، هم راح يتمدد عندي الرفراكتوري كاست حتى يعوض لي الميتال شرينكيج، وهم راح يتبخر عندي الواكس باترن، مو يذوب هنا، راح يتبخر، تمام. اكو انواع تذوب، اكو انواع تتبخر. تتبخر كلها، من تبخر الواكس باترن ايش صار مكانه؟ هذا كله صار فراغ، كل هذا صار فراغ. زين، هذا الفراغ قلنا عندي فتحة فوق مال الكروسيبل فورمر، زين، وتبخر الواكس، راح اجي اصهر المتل واديره. وين راح يطب؟ راح يطب بهاي المناطق، ياخذ اشكالها فيطلع عندي الفريم ورك اللي اني اريده. هذا اسميهم، هاي الصوندات اسميها سبرو، وهذا الكبير الفوق هذا اسميه اللي هنا مثل القمع، هو الكروسيبل فورمر، وهذول السبروز، تمام. وضحت الصورة. Sprues have the purpose of leading the molten metal، المعدن الذائب، from the crucible اللي هو الفانل شيب، into the mold cavity. For this purpose they should be، لازم السبروز شنو شروطها؟ large enough، تكون كبيرة، ما أجيب لي تيوبات جدا رفيعة بحيث المتل من يطب بيها directly يصير بي الشرينكيج ويوقف وبعد ما يقدر يطب ويكمل هنا، لا، لازم يكون كبيرة نوعا ما حتى large enough to accommodate the entering molten metal، المتل هنا دا يتدفق بسرعة، وأريد large sprues حتى بسرعة يطب لي جوا قبل ما يبرد، تمام. أنا المتل من أصبه حار، بس هو بالطريق دا يبرد إلى أن يوصل للمكان مالته.
of a proper shape to lead the metal into the mold cavity as quickly as possible. يعني ما أجي أجيب السبرو مثلا أسوي زجزاج بهاي الطريقة. لا, of a proper shape, انسيابي. تمام. They provide a reservoir of molten metal from which the casting may draw during solidification. Reservoir يعني مخزن. يعني أنا أول شيء أريدها كبيرة. خلي نشوف. زين. أريد crossable former أول شيء اللي هو كلش كبير, وأريد صندات شكلها انسيابي وكبير بحيث هي نفسها ويا الكروسبل فورمر تعمل كمخزن. هنا عندي مولتن ميتال, هنا عندي مولتن ميتال, هنا عندي مولتن ميتال. هنا أنا مثلا خلينا نقول دا يتصلب الميتال على شكل المش, يعني كل ما يتصلب يريد يصير بيه شرينكيج, فأني أريد مخزن هنا أنا كل ما يصير بيه شرينكيج يدزله بعد, كل ما يصير شرينكيج ينزله بعد, ينزله بعد حتى شنو ما يطلع عندي صغير أو ما تطلع أماكن ما متروسة ميتال. تمام. فهذا كله act as reservoir, وهذا من اللي يغذي المخزن الكبير اللي هو الكروسبل فورمر. They provide a reservoir of molten metal from which the casting may draw during solidification. أثناء تصلب المثل يسحب كل ما يتصلب يصير بالشنكج, يأخذ بعد يعوض هذا الشنكج ويعوض المناطق الموصلها المثل. Thus preventing porosity caused by shrinkage. Porosity اللي هي وجود فراغات, وجود أماكن ما صاير بيها ميتال. زين, خلصت هاي العملية, سويت السبرو, ايش راح أسوي؟ راح أسوي العملية الانفستينج. The investment for an RPD casting consists of two parts. The investment cast نفس الرفراكتوري cast مالتي on which the wax pattern is made, يعني الكاست مالتي والواكس باترن العلي والسبروز مثل ما شفنا هنا, مثل ما رسمنا هنا, هذا الرفراكتوري كاست والواكس باترن والسبرو اجيت كله سويت له انفستمنت. فايش صار عندي؟ تو بارت, الكاست الداخلي اللي هنا ويا الواكس باترن والانفستمنت اللي اني صبيتها داير ما يدور. The outer investment surrounding the cast and pattern اللي هو اني صبيتها. زين, ده تشوفون application of investment on the cast for complete adaptation of investment صار عندي بهذه الطريقة, وهنا عندي الفتحة راح يدخل منها المولتن ميتال. وراها ايش قلنا نسوي؟ هسه صار عندي الريفراكتوري كاست عليه واكس باترن وسبروز. زين, اني هاي السبرو من واكس ما اريدها, ولا اريد الواكس باترن, اريده فراغ. فايش راح اسوي؟ بيرن اوت, دخلها للفرن. الدرايفز اوف مويستشر ان ذا مولد, الرطوبه راح تخلصني منها الموجوده بالمولد. ايفابورايز, تبخر. اند ثس اليمينيت ذا واكس باترن ليفينج ا كافيتي ان ذا مولد. ات اكسباندز ذا مولد, درجه الحراره راح توسع لي المولد. تو كومبنسيت فور كونتراكشن اون ذا ميتال اون كولينج. الكاستنج ماشينز عندي نوعين, air pressure casting machine الالوي المعادن is melted, اذوبها in situ in crucible former بالقمع هذا الكبير, crucible hollow of the ring followed by applied air pressure. اذا راح تدخل بالكروسبل فورمر, بعدين يجي ضغط هواء يدفعها من الكروسبل فورمر للسبروز للمناطق مال الواكس باترن اللي هي صارت فارغة. النوع الثاني اللي هو centrifugal casting machine, alloy is melted in crucible, كذلك راح نذوبها نصبها بالكروسبل. وشلون ادفعها لي جوا؟ الاولى كان عن طريق ضغط بالهواء, الثانية لا, عن طريق and forced into the mold by centrifugal force, عن طريق انه حركة مركزية, يعني سرعة دوران عالية بحيث تندفع عندي لي جوه. زين, خلصنا, صبيت, صار solidification, كسرته للمولد مالتي, طلع عندي بهذا الشكل. تشوفون حتى الكروسبل حتى السبروز كلها صارت ميتال. ايش راح اجي؟ راح اقصها بالبير هنا واسوي مكانها فينيش وبولش حتى اتخلص من عدها. Finishing and polishing of metal framework, this sprue removal and finishing is done with high speed lathe, large abrasive discs, polishing compounds and wheels. The final finishing procedure are similar to those used for gold alloy, but the chromium cobalt and nickel chromium alloys is much harder. The major difference in that the chromium cobalt and nickel chromium alloys are also electro polished
In addition to the usual machine lathe polishing to produce a smooth surface. يعني باختصار راح أشيل السبروز، راح أستخدم هاي الأدوات الخاصة، وعندي نفس طريقة الفينيشينج والبولشينج أقدر أستخدمها للجولد والكروميوم، كوبالت والنيكل كروميوم. الميجر ديفرنس إنه فتشي يعني موجود بالكروميوم، كوبالت والنيكل كروميوم ما موجود بالجولد، إنه أقدر أسوي لهم بولش بطريقة اسمها غير عن البولش بالبيرات. أكو طريقة الإلكترو بولشينج. الإلكترو بولشينج اللي هي طريقة شو يعتمدون بيها، يجيبون وعاء ويحطون بيه قضيب حديد ويحطون بيه الدنشر منه، وهنا أكو نوع معين من السوائل بحيث الفلزات والأيونات تنتقل منه إلى الدنشر وتسوي له بولش، يعني مثل عملية كيميائية يبولشون بيها غير العملية الميكانيكية اللي أنا أبولش بيها باستخدام البير. Notes: There should be no rocking of the framework on the master cast. اشتغلت الفريمورك على الدوبليكيتد كاست، راح أروح أشيك على الماستر كاست، لازم ما يكون بي rocking. All of the wrists should be seated accurately with the wrist seat preparation and the clasp arm contacting the desired location on the abutment teeth. راح أتأكد هل هي نفس المكان، نفس الديزاين اللي أنا رسمته على الماستر كاست، كل شيء قاعد بمكانه. The design should be exactly as you have drawn it on the diagnostic cast and on the laboratory work authorization. نفسه بالضبط اللي رسمته على الكاست وعلى الورقة. Mounting the jaw relation on the articulator is done after metal framework try in inside the patient mouth and taking jaw relation after mounting. We can continue with the setting of the teeth and waxing. إذن شو وقت أسوي الماونتينج؟ الماونتينج أسويها بعد الخطوة التراي إن مال الفريمورك وخطوة الجو ريليشن اللي شرحناها بالبداية. قلنا أجرب الفريمورك، بعدين كل شيء تمام، سويت لبيز بليت واكس، أخذت جو ريليشن، شيكتها، أخذت البايت، بعدين أسوي ماونتينج. ورا الماونتينج أبدأ أسوي الواكس والأسنان. تراي وراها تيجي التراي إن الثانية، الأولى مال الفريمورك، الثانية مال الأسنان. تراي إن ستيج إن the patient mouth for teeth setting and others. Flasking, wax elimination and packing of acrylic. Laboratory. إذن كم مرة همسة اضطريت أسوي حركة الفلاسك؟ الأولى بالإنفستينج، والثانية عندي الفلاسكينج الطبيعي اللي هو هسه منه ورايح أبدأ أعامله معاملة الأكريليك دنشر العادي اللي هو نفسه اللي درستوه بالكمبليت. دي فلاسكينج، فينيشينج and polishing of the finished appliance. Laboratory step and insertion of the patient mouth and instructions واللي هي clinical steps. خلصت المحاضرة، وأتمنى تكون وصلت الفكرة. صح المحاضرة طويلة، بس الغرض كان أنه توصل الفكرة، تكون كلش قريبة لكم. وشكرا لاستماعكم.